وننتقل إلى موقع اليوم السابع ومنه نقرأ: مصر تدين الهجومين الإرهابيين في بغداد وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق. أدانت جمهورية مصر العربية أمس الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر مجددا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.